استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفه بن احمد الخليفه القائد العام لقوات دفاع البحرين في مكتبه بالقياده العامه صباح اليوم اللواء الركن محمد علي المقدشي رئيس هيئه الاركان العامه بجمهوريه اليمن الشقيقه والوفد المرافق. وتم ذلك بمناسبه زيارته لمملكه البحرين للمشاركه في فعاليات المنتدى الحادي عشر لمؤتمر حوار المنامه 2015 للامن الاقليمي. وخلال اللقاء رحب معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برئيس هيئة الأركان العامة بجمهورية اليمن الشقيقة واستعرض معه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية اليمن الشقيقة كما تم بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك